السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس حامل الوائل وجاقع طشائر قمر بني هاشم مخاض والله من تمسك بكم وأمن والله فنفوز والله فوزا عظيما. يا كربلاء يا كربلاء ما أنت إلا بقعة المجد الأثير، ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل. شهم النبي أنت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل، كم فيك من شمس ومن بدر هوى فوق الجنون وحاج للذكر الجليل. وعندما خرج الحسين من أرض المدينة تقدمت أم البنين فيهم والتعيات الراح، والتفتت إلى أبي الفضل العباس قائلة له الله فلا تقصر عن نصرته، الله الله في زلنا ويلي أم البنين تصيح يا عباس يا حشاي يا زمر هاشم استمع مني وصايا على الأرباب
الغدار يا من نزلت المشرع لا تشرب الماء سفر يا ابن تريد روار وعينك على جانب ترى بنت المجونة معصومة الصبر فخرتم هالعقيلة تضيع يا ابني من بعد ذيج الحمولة هذه الوديعة والوديعة تريد حمار وغاص في الأوصال
يحضر الروس ويحضر وتناهى الفضل الفوارس نكصا فراوى شد ثباتهم ان يهزموا ما كر ذو بأس له متقدما الا وفر وراسه المتقدم صبغ الخيول من الدماء حتى مدى سيام اشقر لونها والهدم ما شد غضبانا على ملمومه الا وحل بها البلاء المغرب من هذه شجاعة في عروب الضلالة تغرم إلى أن يقول حامي الضعينة أين عنه ربيعة أمين من عليابي مكدم وتشتكي العطش الفواضم عنده وبصدر صعدته الفرات المطعم لو سد ذي القرنين دون وروده وغدته همته بما هو اعظم اعظم قسما 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 بصارم الصفير قسما بصارم الصقير وانني في غير صاحقة السماء لا اقسم لولا القضاء لنحى الوجود بسيف والله يقضي ما يشاء ويحكم لكن حسنت يديه المرهبة قابلني وقابلك اليوم طلب من السيد أيده الله وحمام وإن كنت شوية صوتي تعبان لكن لا بد من الإجابة واليوم باب الحوائج هذا والله يعودك على مثل الأيام تجلس في المجلس هذا وترفع صوتك مع سيد الشهداء وأخر حسنت يدي المرأفة صيحة ثم الصخر لهولها
الذي له أروع الأمثال في الشجاعة والوفاء في مثل هذا اليوم. ولذلك العقيلة زينب لما أراد شمر أن يوهم جيش الحسين بفصل العباس، يقولون لما راح العباس لإجابة شمر بن ذي الجوشن صار قلبها يرجف كدمه. يقول شهد ولد خاف يعني يعطون أمان يعطون فرد أشياء، ما استراحت إلا لما رجع أبو الفضل. رجع تفتت لعلي الأكبر: بني علي امضي إلى عمك أبي الفضل قل له إن عمتي زينب تريدك الآن. لا تريدك. بالفعل إجا أبو الفضل وقف مطرق برأسه: السلام عليك سيدتي ابنة سيدتي زينب، أمرك؟ قالت: اجلس أخي اجلس، حضر عندي حديث وأريد أن أسمعك إياه. ما هو أخيه؟ قال: ترى لما أراد أبي أمير المؤمنين أن يخطب أمك قال لأخيه عقيل: اخطب لامرأة قد ولدتها الفحول من العرب. فقال عقيل: ولماذا؟ قال: حتى تلد لي غلاما يكون ناصرا وعضدا للحسين يوم الطار. العباس فهم وش تقول لزينب، قالت شجعت ثبته قال له: خيالي مثلي يقال هذا. بعد ان تربيت في مدرسه اهل البيت وشربت من نميري علمهم وزهدهم ومعرفتي بالله، تالي تساليني تقول لي اثبت له في الزلزال؟ انا الزلزال خير والله لو نعمتك عينا. الى ان صار يوم العاشر واول ما جاءت سكينة بتلك القربة: هذا قلبي يتوقد كصهلية الغضا، من العطش اريد شربة من الماء. قال: لو نعمنك عين بنية. اخذ القربة وقف على رأس اخيه ثم رفع كفه الى السماء. ما يجاسر يقول للحسين رخصني، ويعرف مقامه ويعرف انه شكاع كثير عليه من الاعمال يرفعها الحسين، ما يجاسر يقول رخصني، لكن رفع كفه الى السماء قال: اللهم اني اريد ان اعتد بعزتي لأدي لهؤلاء الاطفال بقليل من الماء. الله يساعدك وثيبك، ترى اليوم ما بالحوائج، اللي عنده مريض واللي عنده حاجه واللي عنده كربه اليوم يبسط هذا الفضل العباس. يقول: لا اسالك اللهم بحق هذا الولد العظيم لعلي بن ابي طالب. اجمالا يا اخي اجا ابو الفضل اتوسل الى الله، رفع الحسين راسه قال: ابا الفضل انت عازم على ان ترد المشروع؟ قال: بلى سيدي. قال: اذا لا تمضي بعيدا، عندك المشرع القريبه، ترى اذا تبعد انا انكسر، ينكسر قلبي ينكسر دواي، لاني اعتمد عليك كثير في تدبير امر العائله، انت العلامه من عسكري. قال: لو نعمنك عينا. عند ذلك استوى، حصل الرخصه، استوى على متن جواده. يقولوا للمؤرخين: اذا ركب المطهم رجلاه يخطان الارض طول قامته وبعد ما بين كتفيه وضخامه بدن ما يتناسب مع الطول. يعني مهيب ابو الفضل، اجى اشرف على الجيش، لواءه بيده، ترسه بيده. يا آل ابي سفيان، هذا الحسين وعائلته قد حال العطش بينهم وبين السماء كالدخان، فهل لا تعطونا قليل من الماء؟ قبل واحد شقي قال: يا عباس، لو ان وجه الارض كله ماء وهو تحت ايدينا ما سقيناكم منه قطره. تبسم ابو الفضل، حرك جواده، جاءت السهام عليه كرش المطر، اخذ يتقيها بالترس الى ان شق الصفوف ووصل الى المشرع ونزل بعد ان تركهم على الكرام.
نزل الى المشرعة عطشان، هو بعد هم عطشان، الحسين عطشان، الاطفال عطشان، عبد الله الرضيع عطشان، زين العابدين المريض عطشان. يا اخي نزل ابو الفضل الى المشرعة حتى يملأ القربة فاحس ببرد الماء. يقولون رفع العباس قطب من بغرفة بهيد، الرواية تقول هالشكل، مد ايده الى الماء ورفع غرفة ثم ردها. ليش؟ شوية خلوه في شوية. العباس فقيه، العباس ما يذهل عن العلم والفقه والقرآن هالأهوال، لا أنا أذهل صح، لكن هو ما ينذهل. وإذا يخاطب نفسه يقول لا يا عباس كن من الرعيل الأول، لا تصير من الرعيل الثاني، صير في الوفاء رقم أول، لا تنظر بالرقم الثاني. شلون يعني؟ لأن الله تبارك وتعالى ابتلى قوم طالوت بنهر، إن الله ابتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف، رقم ثاني، رقم ثاني في الوفاء، إلا من اغترف غرفة بيده. العباس يريد يخاطب الأجيال، يريد يقول صيروا مخلصين لقادتكم الصالحين، سيما إذا صار مثل الحسين إماما أو فقيها أو نبيا، ولا ترضوا بالرتبة الدنيا، لا بد أن تجتهدوا في أن تصلوا إلى الرتبة العليا. بعد أن قال الله من اغترف غرفة، قال يا أجل ترى هاي غرفة أنا مرخوص فيها، هاي مرخوص فيها أشربها، لكن مع ذلك ما أقبل، لا بد أصير من الرقم الأول. وإذا به يقول يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنين خاض الماء. يا الله أريدك ويا تقرأ، خل نسمع الصوت فاطمة وعلي والحسن والحسين أيضا، خاض الماء بس هيا شفر سكنة حير قلبي انفتت ولم لعطيها. أبو يوسف لا تنسى، قلبي انفتت ولم روت بوحيات، عطشان خي وارتوي من ماء الفرات، قمت رضيعة ويجذب من العطش حسرات، عمري عقب عمرك يا خويا حسين لا عابد شرب ساق العطش وطلع بالجود، والدرب بينه وبين اخوه حسين مسدود، بيات طوسيفي وصوت ابوه ورعود، والروس تمطر والدموع بتقول طوبه، كرتنا خلقين
مراسم القربة تداكى الأطفال من شدة العطش على القربة، انحل بكاؤها فعرق الماء فصرخ الأطفال وعطشا. أهل العزاء أخذ القربة مرة ثانية، قصد المعركة ولكن قلبه كصالية الغباء، وقد عاوده الجيش 6 مرات ثم خرج بمساله احاطوا به من كل جانب ومكان بشهابهم وسيوفهم. هذا والقائد يصرخ لا تدعوه يصل. ان وصل العباس بقربته الى الحسين هلكتم عن اخركم. اهل العزاء فحمل عليهم بعزمه سهم مشوب من يد غشوب قد وقع في عين